خطير جدا وفضيحتاه. ما فعله تابون بالعمامرة أمر مفاجئ والتفاصيل مثيرة. مرحبا معكم بالبيس باسل شيك، ان شاء الله تكونوا بخير جماعة بصحة بسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف اين رمضان لعمامرة واختفاء رمضان لعمامرة والتفاصيل مثيرة. اتت التقارير الان، فما هي القصة؟ وايضا عنا موضوع هام فضيحة كبيرة لفرنس 24، كشف كل شيء. قبل ما ننتقل الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعلوا زر الجرس عشان تضل دائما توصل، تحطوا لايك يا جماعة، خلي الفيديو ينتشر، خلينا نبشر صار. دعونا نبتدأ بالموضوع الأول ألا وهو عبد الصمد ناصر يقصف ولا يبالي. عبد الصمد ناصر بآخر تغريداته يقول: السياسة والتراثية والإنسانية شمالا وجنوبا شرقا وغربا، فشجرة المغرب تضرب بجذورها في عمق التاريخ ويستحيل اجتثاثها أو طمسها أو تزييفها بتغريدة يعاني صاحبها من متلازمة قوى دلقشوطية لا وجود لها سوى في العالم الافتراضي. أقوى تغريدات عبد الصمد ناصر، ومن المعروف من المقصود بهذه التغريدة، ألا وهم أبواق الجزائر وعلى رأسهم البوق الكبير الدراجة. مختصر الحديث: عبد الصمد ناصر يقلب الطاولة على حفيظ الدراجي، ونقولها صب عمي صب. ومن عبد الصمد ناصر ننتقل إلى صاحب النية الركراكي. الركراكي وتصريحات هامة جدا على فوز الأقجع. أعلن الركراكي عن رفضه للانتقادات التي يتعرض لها فوز الأقجع، معتبرا أن الأقجع قدم أشياء كثيرة إيجابية لكرة القدم المغربية في عهده. وأضاف الركراكي الذي تحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدت اليوم: أريد توجيه الشكر إلى فوز الأقجع في الأشهر الستة التي اشتغلت معه فيها. كنت أقف على العمل الذي يقدمه وشغفه بالكرة. وأضاف: ما حدث هذه الأيام لم يرقى لي. واعتبر الركراكي أن المساس برئيس الجامعة الملكية المغربية فذلك بمثابة مس للمنتخب الوطني المغربي، مضيفا أن الانتقادات يمكن لأي أحد تقبلها، وفوز الأقجع أول من يؤمن بهذه القناعة، لكن أن يمتد الأمر إلى الشتم والسباب فذلك غير مقبول، خاصة بعد الحسابات المزيفة التابعة لأبواق الجزائر التي دخلت وروجت هذه المغالطة. الركراكي لم ينتهي هنا، بل عدد إنجازات الأقجع قائلا: لقد أعطى الكثير للكرة المغربية، هناك الآن بنيات تحتية جيدة ومستوى جيد للمنتخبات والأندية الوطنية، إن اللعبة تتطور وتسير بشكل جيد. لا أعتقد أن من ينخرطون بهذه الحملة هم مناصرون حقيقيون للكرة، إنني متضامن مع فوز الأقجع. نعم، على ما يبدو الإنجازات المتتالية التي حققناها أصابت الأبواق بالسعار، ولا بد أن نتطرق على هذا التقرير. المغرب يتصدر الدول المغربية في مؤشر الازدهار. للإشارة، تصدر المغرب الدول المغربية وأيضا المرتبة السابعة عربيا في تصنيف مؤشر لجاتوم للازدهار لعام 2023، الذي يعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الثروة والنمو الاقتصادي والتعليم والصحة والرفاهية الشخصية ونوعية الحياة. يشمل التصنيف 167 دولة ومنطقة، وتصدرت الدنمارك القائمة، تليها النرويج والسويد، وجاءت جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وجنوب السودان في ذيل القائمة
على التوالي. ولا يسعنا أن نقول إلا ما شاء الله على المملكة المغربية، ومن ازدهار إلى ازدهار ومن تقدم إلى تقدم. ويبقى السؤال، أين تصنيف الجزائر؟ الجواب بكل اختصار أيضا بالمراتب الأخيرة، وهذه ثاني مرة نرى الجزائر بالمراتب الأخيرة أو ليس لها وجود. على سبيل المثال كما رأينا بالدول المصنعة الأفريقية لم تكن الجزائر موجودة أو كانت تتزيل القائمة. ولهذا السبب نشطاء جزائريون خرجوا ليهاجموا الجبهة الانفصالية. فتح نشطاء جزائريون على تطبيق كلوب هاوس نقاشا حول تبني بلادهم لتنظيم البوليسارو الانفصالي، وناقش هؤلاء أرباح وخسارات الدولة الجزائرية طيلة الأربعين سنة المنصرمة، والتي تكلفت خلالها الدولة الجزائرية بتمويل البوليسارو، وصرفت على الصحراويين بمخيمات تندوف ما لم تصرفه على الشعب الجزائري برمته. ناهيك أن الجزائر عادت إلى الوراء ملايين السنوات الضوئية فقط لأنها تتمسك بالأطروحة المشروخة. ولهذا أوضح بعض المتدخلين أن الجزائر قد اختارت الدخول في مغامرة قاتلة، وغامرت بمستقبل شعب بأكمله لأجل ضرب المغرب في وحدته الترابية، وذلك تنفيذا لأجندات سياسية وعسكرية وضعها النظام المصري أيام جمال عبد الناصر، وأمد هؤلاء على أن أكبر دليل على أن الجزائر قد اختارت التمرقع في المكان الخطأ هو وفاة عبد الناصر وهو مفلس. متسائلين، كيف لرجل لم يستطع تأمين مستقبل أبنائه أن يؤمن مستقبل أمه؟ وأضاف بعض النشطاء الجزائريين أن احتضان بلادهم للبوليسارو الانفصالية قد كلف الاقتصاد الجزائري الكثير وتسبب في نكبات على مر التاريخ، كما تساءلوا عن مصير الأمة الجزائرية لو لم يكن لديها مخزون من الغاز والبترول، والذي رغم تواجده بوفرة لم يتمكن النظام الجزائري من تحقيق أهدافه المتعلقة بقضية الصحراء إلى اليوم. فيما تشير جميع المعطيات أن المغرب هو الذي خرج رابحا من كل هاته المناوشات. والعديد من الجزائريين أكدوا من خلال مداخلاتهم على أن ما صرفه النظام الجزائري على الجبهة الانفصالية كفيل بجعل الجزائر قوة ضاربة حقيقية على أرض الواقع، وليس مجرد كلام فارغ يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتروجه أبواق الجزائر. النشطاء الجزائريين دعوا الشعب الجزائري إلى مراجعة مليارات الدولارات التي صرفها النظام الجزائري فقط من أجل تسليح الجبهة الانفصالية، وأيضا دعمهم ناهيك عن دبلوماسية الشيكات، أي أموال طائلة تقدم رشاوي فقط لضرب الوحدة الترابية للمملكة المغربية. ومعظم المتدخلين أجمعوا على أن شن الجزائر للحرب على المغرب يعتبر فتحا لجبهة مجانية لا زالت تكلف الجزائريين الكثير، ولن يتضرر منها سوى المواطن الجزائري الذي يدفع الضرائب للدولة كي تمنحها لقادة البوليسارو الانفصالية، فيما يضمن الجنرالات مستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأحفادهم من خلال الحسابات البنكية بسويسرا والجنسيات الأجنبية التي يحصلون عليها في فرنسا وروسيا وكندا. هذا ما تم تداوله وفق النشطاء الجزائريين. على ما يبدو بدأ الشعب الجزائري يستيقظ ويعلم جيدا أن هذه الجبهة الانفصالية استنزفت خيرات بلادها، وهذا واقع وحقيقة تعيشه الجزائر اليوم. وبما أننا فتحنا باب الوقائع والحقائق لابد أن نوجه صفعة قوية، هذه المرة ليست لأبواق الجزائر بل لأبواق فرنسا، تحديدا فرانس 24 وكالة فرانس بريس وقصة الجمل الذي لا يرى حدوته. مناسبة هذا القول هو تجاهل وكالة فرانس بريس وأيضا فرانس 24 لنشر أي قصاصة جزائرية عن المسيرة الحاشدة التي نظمتها حركة تقرير مصير القبائل في الجزائر الماك بباريس يوم الأحد بالمساء، رغم مرور أكثر من 6 ساعات على انطلاق
هذا الشكل الاحتجاجي الذي عرف مشاركة حاشدة لأنصارها. الغريب أن وكالة الأنباء الفرنسية لم تتطرق إلى هذا الموضوع، على الرغم من أن احتجاجات حركة الماك نظمت بالعاصمة باريس بترخيص من السلطات الفرنسية، وهو مكان تنشط فيه الوكالة وغير بعيد عن مراسلها. فهل يعقل أن فرانس بريس لا تسلط الضوء على مسيرة القبائل الحاشدة لا من قريب ولا من بعيد، فيما لم تهتم بمسيرة حاشدة نظمتها حكومة القبائل المؤقتة ضد أحكام الجزائر بالمؤبد، وأصدرها النظام الجزائري ضد أعضائها وفي حق النشطاء الأمازيغ والتي بنيت على العنصرية والتمييز. ومن ثم فإن كل هذا يؤكد أن وكالة الأنباء الرسمية الفرنسية أصبحت متخصصة فقط في قضايا المغرب، بينما تصم جوارحها عندما يتعلق الأمر بقضايا بلد الغاز والتعذيب والأحكام الجائرة ضد أعضاء حركة الماء. ومن هنا يبقى السؤال، عندما نرى الأبواق الفرنسية تلجأ للتعتيم على المسيرة التي قادتها القبائل داخل باريس، فماذا يعني هذا الأمر؟ هذا يعني باختصار أن الأبواق الفرنسية أصبحت تتبع لمصالح الأبواق الجزائرية. الآن فهمنا لماذا الأبواق الفرنسية أصبحت تتهجم على المملكة المغربية ليلا ونهارا. الآن بعيدا عن جميع ما قلناه، الخبر الذي شكل ضجة كبيرة داخل الجزائر، أين رمضان لعمامرة؟ عاجل اختفاء مبهم لرمضان لعمامرة، وعلى ما يبدو هناك ثلاثة سيناريوهات موجودة، فأيهما أدق؟ لعمامرة لم يحضر أنشطة دبلوماسية وازنة، أين اختفى لعمامرة؟ أثار غياب لعمامرة خلال الأسابيع الأخيرة تساؤلات كثيرة حول الأسباب، وهل تعيش الجزائر صراعا داخل مربع السلطة قبيل الرئاسيات المزمع إجراؤها سنة 2024؟ وغاب لعمامرة عن حضور مراسيم استقبال الرئيس الأوغندي الذي حل الأحد بالجزائر في زيارة رسمية، كما غاب أيضا عن استقبال جوزيف بوريل، وهو ما أثار الشك أكثر. وأيضا عرفت الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد الأربعاء الماضي في القاهرة غياب رمضان لعمامرة، حيث تم تعويضه بسفير الجزائر في مصر. وكشف موقع أفريكا انترست أن خلافا يكون قد نشب بينه وبين محيط الرئيس الجزائري تبون بعد رفض الرئاسة اعتماد القائمة التي وضعها لحركة السفراء والقناصل. وأضاف الموقع أن عدم الاتفاق على أسماء عديدة لتمثيل الدبلوماسية الجزائرية في الخارج أدى إلى شبه قطيعة بين الرئاسة والعمامرة. ومن بين الفرضيات الأخرى التي تكون وراء اختفاء العمامرة ما أثير عن إمكانية أن يكون العمامرة مرشحا محتملا لرئاسيات 2024 في منافسة الرئيس الجزائري تبون، وكان تبون في آخر خرجاته الإعلامية قد ترك إشارة مبهمة حول أشخاص ينتظرون موعد 2024، وهو ما تضاربت التأويلات حوله إن كان المقصود به ترتيب جناح في السلطة لمرشح جديد في إعادة لسيناريو رئاسيات 2004 التي فوجئ فيها الرئيس بوتفليقة بمنافسة من رئيس حكومته علي بن فليس على الرئاسة. والأمر لم ينتهي هنا، أيضا تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن إعفاء محتمل لرمضان لعمامرة وعزله من مهامه. ونقلت ذات المصادر أن المرشح لتعويضه هو عمار بلاني الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، المعروف بعدائه القوي للمغرب وحقده وسلاطة لسانه في تصريحاته ضد المغرب. وللإشارة، لقد رأينا بآخر فترة مع اختفاء لعمامرة هناك خرجات عديدة كانت محورها يقودها عمار بلاني. ومن هنا نستنتج ثلاثة سيناريوهات. الأول، تم إعفاء لعمامرة من مهامه وهذا هو سبب اختفائه. الثاني، هناك
ضجة داخل أوساط الجزائر لأن العمامرة يريد ترشيح نفسه لسنة 2024، هذا ما يتم تداوله بشكل رسمي. الأمر الثالث على ما يبدو سبب اختفاء العمامرة، وحسب تقارير متداولة لم تثبت صحتها بعد، تم اعتقال رمطان العمامرة، وعلى ما يبدو هذا هو سبب اختفائه لأن رمطان العمامرة لم يظهر منذ 4 أشهر، ولحدود هذه الساعة غير معروف بعد أي سيناريو الأوضح حول اختفاء العمامرة. لكن لابد أن نشير أيضا إلى ما قد يمكن أن يحدث بالخفاء، ربما جميع ما يتم تداوله هو ليس صحيح وسبب اختفاء العمامرة له تداعيات أخرى. ما هو السبب؟ السبب العمامرة يقوم بجولة سرية على الدول الأفريقية لكسب دعم للجبهة الانفصالية، حيث أفادت تقارير استخباراتية منذ أن أعلنت الجزائر قائمة الدول المستفيدة من المليار دولار رمطان العمامرة لم يظهر بعد هذا الخبر. لتؤكد تقارير مطلعة إن سبب رمطان العمامرة ربما أيضا يعود إلى لعبة تحدث بالخفاء، كما قلنا جولة سرية داخل أفريقيا. هذا ما يتم تداوله بشكل واسع، إما إعفاءه أو اعتقاله أو أن هناك جولة سرية. وعلى ما يبدو ليس العمامرة وحده من يثير الجدل اليوم، بل أيضا هذه الصورة. لماذا نقول أن هذه الصورة تثير الجدل؟ هناك أمر مفاجئ يحصل داخل الجزائر، جميع من يأتي زيارة إلى الجزائر يرتدي الكمامة. لماذا يتم ارتداء الكمامة من قبل مسؤولين أوروبيين، سواء أوروبيين أو أفارقة؟ لماذا عندما يدخلون إلى الجزائر يرتدون الكمامة مع العلم أن كورونا أصبح من الماضي؟ وهذا ما أثار ضجة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قد رأينا هذا المشهد في أكثر من مرة، خاصة عندما أتت رئيس الوزراء الإيطالية أيضا ارتدت الكمامة، وهو جوزيب بوريل يرتدي الكمامة. ولحدود هذه الساعة لا يعلم بعد ما هو سر ارتداء الكمامة عند الدخول إلى قصر المراديح، وعلى ما يبدو أن الأمر يبدو غريبا نوعا ما، خاصة عندما نرى بوريل واضعا الكمامة أما تبون فلا يضعها. ها هو رئيس أوغندا وها هو جوزيف بوريل وكلاهما يضع الكمامة. هذا ما نقلته المصادر منذ ساعات معدودة. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو، أنتم من تجلون هذه القناة تزدر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر اللايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية، نعم إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب، يا سادة وإكسنا كل حبه. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.